السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم عندي. كما كتشوفوا بحال العاده جيت لكم بواحد الاكله اللي هي بسيطه سهله ما فيهاش مكونات كثيره واللي هي رائعه بالنسبه لي انا مفضله عندي، وهي السمك. انا محبه للسمك، وهذا السمك اللي غندير اليوم هو النوع ديال السالمون اللي سميته في المغرب السومو. السالمون غادي نديرو بلانشه في هاد البلاكات، البلانشه هذه بلا عرب، واحد المعلقه ديال الزيت هكا غادي نطيبو. غادي ندوزو للمكونات وغادي نقول لكم شنو غادي نحتاجو. غادي نحتاجو هاد جوج طروفه ديال السالمون. السالمون اللي هو معروف واحد السمك اللي هو غني بالاوميغا 3 وبالفيتامين دي اللي هي مهمه للجسم والبشره، وكتعطي واحد الطاقه للجسم اللي هي غير طبيعيه ورائعه للصحه. وعندنا واحد شويه ديال السباراغو، هاد السباراغو تا هو غادي نديرو بلانشه، وشويه ديال القرقاع، شويه ديال هاد المعدنوس، ومع شويه ديال الثومه كنديرهم في المولينيكس، وكنزيد عليهم شويه ديال الزيت وشويه عصير الحامض، كنطحنهم وكتعطيني هاد الصلصه هادي هكا كما كتشوفوها. نعاود نقول لكم شويه ديال المعدنوس وشويه ديال الثومه وواحد الحامضه هكا معصره ولا نص حامضه على حسب الحوت اللي عندكم، وكطحنوا داك الصلصه كتولي على هذا الشكل، شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. صافي، هذه هي المكونات، بسيطه واكله رائعه وميمطو اكله راقيه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. وغادي ننتقلوا للمرحله المواليه كيفاش غادي نديروا له التوابل ونسوطيو. دابا غادي ندوزوا للتتبيل هاد الحوت. غادي ندير واحد شويه نرشوه بالبزار او الابزار او الفلفل الاسود كما كيقولوا في دول اخرى عربيه هكذا، وشويه ديال الملحه وواحد. غادي نديروا لواحد شويه ديال الزويته بحال هكا اللي عندنا اللي صاوبنا من قبل، وغادي نبداو نديروا بلانشه في هذيك المقله ديال البلانشه اللي خاصه كتكون بالسمك ما كتكونش كتلصق. وغادي ننتقلوا تشوفوا كيفاش غادي نديروا بلانشه. دابا غادي من بعد ما سخنات مزيان غادي نحطوا على هذا الشكل، وغادي نخليه يقيط غير هذا الزيت اللي بقى لي قبل هو اللي كنديرو هكا كنصبوا عليه بحال هكا على الشكل، وكنخليه على عافيه تكون حتى هي مهيله وكيطيب على خاطرو، وكنبدا نقلب فيه من جميع الجوانب. ملي غادي يطيب لي على الجهه غادي نقلبو على الجهه الثانيه. دابا قلبتو على هاد الجهه الثانيه، وغادي نحط هاد السباراغو نخليه حتى هو بلانشه يطيب هكا. غادي ندير عليه واحد رش عليه واحد شويه ديال المليحه، وغادي نخليه يطيب بلانشه بحال هكا كما كتشوفوا. سمك السالمون هو طاب، هذاك السباراغو قريب يطيب، نتوما كتشوفوا خليوه حتى يطيب مزيان على عافيه مهيله، وخليوه يطيب مزيان ياخذ وقته في الطياب. صافي، وغادي نقدموه في طبق التقديم. من بعد ما وضعنا السمك ديالنا في طبق التقديم، غادي نجيب داك القرقاع اللي في الاول قلت لكم، اختياري اللي بغى يديرو اللي بغى ما يديروش. المهم كتحطيه بحال هكا كنرميوه هكا فوق هذاك السمك. صافي، وكنبداو نسقيو بهاد الصلصه اللي قلت لكم في الاول اللي انا صايبت بحال هكا. كتبداو ترشو كاع السباراغو، كيشربوا ديك الصلصه هاد الطوماطيس صوغي اللي بغى يزوق بها، انا درتها حتى هي اختياريه. صافي، وكنديروا على هذا الشكل، كيجي طبق اللي هو رائع راقي ومغذي ومفيد. كنتمنى يعجبكم هالطبق، وبسلام عليكم.